هي في الحقيقة رسالة في تقديري، يعني هي رسالة روتينية، ولعل الكثير من الشعب الجزائري من لم يقرأها، لأنه هناك كلام على أساس أن هناك جزائر جديدة، وأن ايه تغير الوضع، وأن العصابة التي أفسدت يعني راهي في السجون، والآن رانا في وضع جديد. ولكن الآن العهدة تعتبون التي مر عليها تقريب 4 سنوات، ماذا تغير؟ إذا كان نشوف الوضع الاقتصادي، إذا شفنا الوضع الاجتماعي مثلا، يعني أزمة البطالة وأزمة السكن وغلاء المعيشة والندرة، وتدخل المحلات مثلا، لأن الجزائر تعتمد على الاستيراد والندرة في كل شيء، يعني حتى السيارات تقريب 5 سنوات لم تستورد سيارات، و يعني الشعب الجزائري حير وين يصد، ولا وين، يعني لا، ليس هناك أي قطاع من القطاعات راهو يعجب يعني، ولهذا